لصنع منتوج ما، يقوم الحرفي بعدة مهام وعمليات: يقيس ويرشم ويسطر الحديد مستعملا في ذلك أدوات القياس والهياكل، ثم يقطع القضبان والصفائح الحديدية ويفصل الصفيحة وفق الخطوط المرسومة. حين يتعلق الأمر بلي الحديد وطيه وتعويجه باردا كان أو حاميا، يعد الحرفي فرن التلحيم ويثبت قطعة الحديد، ثم يطبق تقنيات القولبة مثل الفتل والتمديد والكشط والتدوير. لصنع بعض القطع يقوم الحرفي بخرم الحديد وثقبه وخرقه أخذا بعين الاعتبار نوعية اللولب. من أجل ضم مكونات المنتوج يقوم الحرفي أولاً برصد علامات التحديد والضم ويرتب المكونات حسب منطق الضم والجمع، ثم يقوم بعملية الضم المختلفة. يمكن أن يتم الضم بواسطة أطواق محماة أو باردة أو عن طريق التلحيم أو التثبيت اللولبي. كل طريقة للضم يعتمد الحرفي تقنيات خاصة ويستعمل عتادا وأدوات وتجهيزات معينة. في نهاية العملية يقوم بتقويم المكونات. أثناء عمليات صنع المنتوج يرتدي الحرفي تجهيزات الوقاية اتقاء للحروق وللجروح الناجمة عن نقل المواد والمنتجات أو خلال العمل بالورشة. فضلاً عن الإعداد والتخطيط والصنع والتلميس، يقوم الحرفي بتركيب المنتجات من قبيل الأبواب والنوافذ والشبابيك الحافظات والحواجز. تقتضي عملية التركيب تحضيراً جيداً، إذ يتحقق الصانع من توفر التجهيزات والعتاد والأدوات اللازمة، ويعد وسيلة ملائمة للنقل، ويعين الفريق المسؤول عن عملية التركيب بمحل الزبون. بعين المكان يثبت الحرفي ومساعدوه الحوامل ويحددون مواضع التركيب ويهيئون الأجهزة الكهربائية. بعد ذلك يثبتون المكونات ويركبون الدعامات، ثم يقومون بعملية الضم. في الختم يعد الفريق سطح المنتوج فيستعمل مواد التلميس ويضع العقاقير مع إجراء التحسينات اللازمة.